السلام عليكم، معكم عبد الهادي من ميزولايت. اليوم راح نحلوا واحد من البروبلم تبعنا تاع بروجكت اولر. هذا البروبلم سموه ايفن فيبوناتشي نمبر، فيديو الاعداد فيبوناتشي الزوجيه. هذا شيء يقول لك بلي لا يملي كاع اعداد فيبوناتشي اللي تحت 4 ملايين وكاع الاعداد الزوجيه ما بيناتهم، دير لي الجمع تاعهم يعني المجموع وخرجهم لي ودخلهم هنايا. البداية ايفيدامون راح نبدو بالبنش ماركينغ تاعنا، صح؟ دونك نزيدو انكلود كرونو باسكو فيها كيفاش نحسبو الوقت. نديرو الفونكسيون مين تاعنا، وهنايا غادي ندير واحد الحيه اللي حمزه ما يديرهاش، بصح من بعد راح نعرفو لا ديفيرونس بين الخدمه كي نخدمها انا والعفسه كي يخدمها حمزه. نيم سبيس ستاندرد يوزينغ نيم سبيس كورونا. بون الاولى كاع راح نخدموا واحد الحاجه اسمها الهاي ريزوليوشن كلوك. هذه هاي ريزوليوشن كلوك سيت اون جونغ دو فريم ورك بور بريسيزي لو طون كو لو سي بي يو ابخون لي يعني البروسيسور داه لانجاز مهمه محدده. من اجل هذا راح نديرو هاي ريزوليوشن كلوك دوت تايم بوينت، ديرو تي ان وتساوي هاي ريزوليوشن كلوك دوت ناو، يعني في هذا الكيس في هذا اللحظه. بعد نزيدو الثانيه يعني العمل تاعنا راح يكون هنا، اي حاجه نديرها راح تكون هنا. دروك غادي نخدمو بالاوتو، يعني الاوتو هذا واحد من لي ديكلاراسيون اللي خرجت في السي بلس بلس 11، يعني سي بلس بلس النسخه الحاليه نسخه السنه 2011. اوتو ديوريشن تساوي ديوريشن كاسك ميكرو سكندز، راح نديرو تي دو موان تي ان دوت كاونت. بعدا نديرو سي اوت لو بروغرام ابخي، راح هنا نخلو اسباس دوريشن اند لاين. هادي راح تخرج لنا الريزلتا بالميكرو سيكون، بالميكرو سيكون يعني باش نسيو. هادي قادر نديرو فور لوب، يعني بوتيت خلي غادي تروح مليون خطره ولا، ونديرو جي بلس بلس. ما تنسوش بما اننا اخترنا يعني النسخه الحادية عشر، ما تنسوش تقولوا للكومبايلر يعني اللي يقوم بترجمه البرنامج الى يعني 1.0، نقولوا له باللي خدم بالنسخه الحادية عشر. ولكن بما انني يعني نبغي نكون شويه اون افونس راح ندير النسخه 14 واللي فيها تاني النسخة 11 مع بعض الزيادات اللي راح نتحدثوا عليهم لاحقا. بعد هنا نديرو بروبلام تاعنا، نبغوا نديرو له يعني نوع الاوتبوت، نديرو بروب ون اكزيكيوت. هنا راح نشوفو هذاك البرنامج، هذاك البرنامج شحال غادي يدي. فوالا هادي دات 3175 ميكرو سكوند، يعني دات 3 ملي سكوند كما تنجم تقول، هي مدة طويلة يعني. ولكن بالنسبة للحاسوب قوي، يعني انا عندي بروسيسور اي 5 يعني هذه هي. دروك راح نحلو البروغرام البروبليم تاعنا، البروبليم تاعنا لو فوالا رايح نقلعو لهاد البوكل تاعنا، ورايح نديكلارو، رايح نديكلارو سولو ليميت ليميت نديروها صفر. راح نديكرالو الفيرست يعني الاول اللي هو واحد، والسكند اللي هو اثنان، وبلاك نديكرالو التام تاني. هذه الفيرست والسكند علاه؟ باسكو الاول شا قال لك، لو كان تشوف هنايا قال لك باي ستارتينغ ويد 1، يعني غادي نبدو بواحد واثنان. كاين باغفوا في البروبليم غير نفس يعني في نفس الموقع يقول لك باللي نبدو بواحد واحد، ولكن هنا قال لك نبدو بواحد اثنان، يعني رانا بدينا به.
دروك غادي نديرو يعني مادام اصغر من 4 ملايين راح نديرو التامب ايكوالز فيرست فيرست ايكوال سكند سكند بلس تساوي تامب ياك يعني حنايا رانا قمنا بجميع المراحل من اجل انشاء سلسله فيبوناتشي. دروك رايح نشوفو الرقم اللي رانا فيه لا زوجي ولا لا الا زوجي راح نزيدوه لاصوم نتاعنا ويلا ماشي زوجي ها ما نزيدوش ها لا غالب كيما يقول لك اي روح اف فيرست يعني باش نفيريفيو الى زوجي ولا لا راح نشوف الموديلو ايكوالز 0 راح نديرو يعني لاصوم اللي مازال ما ديكلاريها سام بلاس تساوي فيرست وهنا يقع في المؤخرة سي اوت يعني راح ندو لاصون برك وهنايا اظن بان راني مخطئ اظن بان فر ما تنكتبش هكا فيرست هو اللي لازم رانا نكونو فيريفو فيه الى يخضع الى الشروط نتاعنا ولا لا وهنا لاصوم هي اللي خصها تكون زيرو يعني بنادم يخطا هذا راني فاطر ورايح نشوفو اه واش صرالنا هنا البرنامج لم يقوم بطبع ال وي ويل ايه يعني بنادم كيما يقول لك ما راش فاطر تاع بصح كاع هنا نديرو هذا 4 6 4 ملايين 613 732 راح نروح نفيريفو انا الكونت تاعي ديجا راني حلاه ها ولا 4 6 13 7 32 يعني الرقم كيف كيف. نشكركم على حسن المتابعة وإن شاء الله نتلاقوا في حلقة أخرى من بروجكت إيلر.